بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب أن الأئمة عليهم السلام محدثون مفهمون هذا الباب من كتاب الكافي الشريف يذكر فيه الكليني رضوان الله تعالى عليه مجموعة من الروايات حول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام محدثون ومفهمون أما التحديث فبمعنى أن الملائكة كانت تكلمهم وتحدثهم. وليس ذلك بأمر مستغرب بتحديث الملائكة لغير الأنبياء. فمريم بنت عمران عليها السلام أم عيسى عليه السلام، كانت تحدثها الملائكة، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. واصطفاك على نساء العالمين الى اخر الايات. مع ان مريم لم تكن نبيا كما هو واضح. لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاها وفضلها. وكان من تفضيلها على الناس هو تكليم الملائكه لها. وهكذا في هذه الامه الله سبحانه وتعالى اصطفى الأئمة فقال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعلمهم وكانت الملائكة تحدثهم ولا محذور في ذلك، وقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على تحديث الملائكة إياهم. وروايات هذا الباب بعضا من تلك الروايات. وأيضا هم مفهمون كما قال سبحانه وتعالى في القرآن حول سليمان: ففهّمناها سليمان. التفهيم معنى ذلك التعليم بالشيء الذي يخفى على الآخرين، لأن الفهم هو قسم من أقسام العلم. قد يكون المعلوم واضحًا لدى الجميع، فالعلم بذلك لا يسمى فهما، مثلًا في وسط النهار الجميع يعلم بأنه الآن نهار، لأن الشمس في كبد السماء، فلا يقال فهمت أن الشمس في كبد السماء وفهمت أن الآن نهار. وانما يقال للمعلوم الخفي على الناس بحيث يحتاج الى اعمال الفكر او الدقه ويحتاج الى نوع من الفطنه الفطنه هي نوع من الفهم لكن مع ذكاء الله سبحانه وتعالى المعلومات الخفيه على كثير من الناس علمها للأئمة عليهم الصلاة والسلام، سواء كان هذا التعليم عن طريق جدهم رسول الله صلى الله عليه واله، أو كان عبر تحديث الملك أو عبر الإلهام كما مر تفصيله سابقا، فروايات هذا الباب في التحديث والتفهيم. الحديث الأول أرسل أبو جعفر الباقر عليه السلام إلى زرارة أن يعلم الحكم ابن عتيبة أن أوصياء محمد عليه وعليهم السلام محدثون. الحكم ابن عتيبة كان بترياً، أو على الأصح كما يقول بعض علماء الرجال كان بترياً بالضم. والبُترية هم فرقة من فرق الزيدية، وهم وهم الذين خلطوا ولاية أبي بكر وعمر مع ولاية علي عليه السلام، وهؤلاء يبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون الخروج مع ولد علي عليه السلام، فهم يوالون الشيخين ويتبرؤون من عثمان. ويوالون امير المؤمنين عليا عليه السلام، ويرون الخروج مع اي مع اي ولد من ولده. فالحكم ابن عتيبه كان زيديا من هذه الفرقه. والحكم ابن عتيبه هذا كان استاذا لزراره. وحمران والطيار، هؤلاء الثلاثة كانوا في البداية من العامة، ثم حينما التقوا بالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، دخلوا في سلك أتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولذا تجد أحيانًا في بداية أمرهم قبل أن يتشيعوا أو في بداية الأمر كانوا يتناقشون مع الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في بعض القضايا، لماذا؟ لأن الجذور التي ولدوا عليها وتربوا عليها كانت باقية فيهم، وهذا داب كل من يغير دينه أو مذهبه وهو كبير، بالنتيجة هو تربى في بيئة تحمل ديناً أو مذهبًا معيناً فتربى على ذلك، وكثير من المفردات تدخل في لا شعور الإنسان، فإذا تحول بالقناعة من دين إلى دين، أو من مذهب إلى مذهب، تجد جذور ذلك الدين السابق، أو ذلك المذهب السابق، تجدها موجودة فيه، طبعًا إذا هو أكثر من البطالعة والبحث والمناقشة سيتطبع بالتدريج بالدين أو المذهب الجديد. لذلك مثلا المشركون الذين أسلموا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، تشوف جذور الشرك لم تقتلع فيهم، وإنما اقتلعت من بعضهم بالتدريج. صحيح هو اقتنع بأن محمدا صلى الله عليه واله رسول الله وامن به لكن الحاله النفسيه تغييرها يحتاج الى زمان. واحنا شفنا مثلا بعض النصارى الذين اسلموا صحيح عن قناعه اسلم ودخل في الاسلام عن قناعه ويعتقد بنبوه محمد صلى الله عليه واله ويلتزم باحكام الاسلام. لكن جذور التربية النصرانية موجودة فيه يحتاج بمرور الزمان أن يقتلعها منه على كل حال فهؤلاء زرارة وحمران ابن أعيان حمران ابن أعيان أخو زرارة وكذلك الطيار وهذا كان من المتكلمي أصحاب الأئمة كانوا في الأساس من تلامذة الحكم ابن، من تلامذة الحكم ابن عتيبة ثم بعد أن التقوا بالإمام الصادق وقبله الإمام الباقر تغيروا مثل هشام ابن الحكم هشام ابن الحكم الآن البعض يقول أنه كان مجسما يعتقد بالتجسيم الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا نعم لأن هشام ابن الحكم كان من أتباع جهم ابن صفوان وهو من كبار العامة وكان مجسما فهشام ابن الحكم كان تلميذا له وكان لا يرى إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولم يكن على مذهبهم فلما جاء به خاله إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يخشى خاله كان يقول إن له لسانا سليطا فكان يخاف أنه مثلا يتكلم بكلام غير لائق بحضور الإمام الصادق عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لكن الإمام قال جئ به فالإمام باحثه وهداه لكن مو من اليوم الأول كل ما يعتقد به يتغير مئة بالمئة الأمور بالتدريج عندنا في حديث نقلناه في بحث التوحيد أنه بعد أن استبصر كان يرى التجسيم وفي يوم من الأيام أجل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وكان وقال للإمام أنا كنت أقول بالتجسيم لأن كنت أتصور أنت تقول بالتجسيم أيضا لكن الآن ثبت لي أنك لا تقول بالتجسيم فأنا راجع عن هذه العقيدة على كل حال الإمام الصادق قال لزراره باعتباره تلميذ سابق للحكم بن عتيبة قال: أخبره بهذا الأمر أن أوصياء محمد عليه وعليهم السلام محدثون، شنو الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك نفي وصاية زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه. ونافي وصاية أبي بكر وعمر يعني الحكم لأنه كان بطريا أو كما يشاع بطريا يوالي أبا بكر وعمر ولعله كان يعتقد بأنهم أوصياء لكن كان يعلم بأنهم ليسوا بمحدثين لأنه العام لا يقولون بأن أبا بكر أو عمر محدثين حتى يروون حديث انه لو كان هناك محدث في هذه الامه لكان عمر بن الخطاب يعني هم لا يعتقدون بان ابا بكر وعمر كانا محدثين. الامام الصادق يقول اوصياء محمد محدثون، وبذلك يثبت ان ابا بكر وعمر لم يكونا وصيين لمحمد صلى الله عليه واله وكذلك زيد لم يكن وصيا لرسول الله محمد صلى الله عليه واله. زيد رضوان الله تعالى عليه من فقهاء آل الرسول صلى الله عليه واله. وهناك باب عقده في الوافي في بيان الروايات التي وردت عن الامام الصادق وغير الامام الصادق من الائمه عليهم الصلاه والسلام في مدح زيد وفي الترحم عليه. وان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كلف احد اصحابه واعطاه اموال طائله ليقسمها على الذين على عوائل الذين قتلوا مع زيد في القضيه المعروفه، وزيد لم يخرج الا بعد ان اجاز له الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ذلك فهو مرضي. من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، لكنه لم يكن وصيا لمحمد، لم يكن اماما، صحيح هو من علماء ال الرسول، من فقهاء ال الرسول، وخرج بالسيف بإذن من الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، لكن لم يكن ذلك لانه كان اماما، وانما خرج للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان قد استأذن في ذلك، وليس هذا دليل على امامته، لانه لم يكن وصيا لمحمد. وصي محمد يلزم ان يكون محدثا، وطبعا الحكم بن عتيبه وغيره من البتريه او البتريه لم يكونوا يعتقدون بان زيدا رضوان الله تعالى عليه محدثا. ارسل ابو جعفر الى زراره، ابو جعفر يعني الامام الباقر. أن يعلم الحكم ابن عتيبة طبعا زيد هو لم يخرج في زمان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لأن الإمام الباقر لم يأذن له بالخروج أخوه الأكبر وإنما خرج في زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام الصادق أذن له في الخروج أن يعلم الحكم ابن عتيبة أن أوصياء محمد عليه وعليهم السلام محدثون الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة يحدثونهم. زين. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني عن الحكم بن عتيبة نفسه قال دخلت على علي بن الحسين عليه السلام يوما فقال يا حكم هل تدري الآية التي كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعرف قاتله بها ويعرف بها الامور العظام التي كان يحدث بها الناس قال الحكم فقلت في نفسي قد وقعت على علم من علم علي بن الحسين اعلم بذلك تلك الامور العظام قال فقلت لا والله لا اعلم ثم قلت الايه تخبرني تخبرني بها يا ابن رسول الله قال هو والله قول الله عز ذكره وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هذا في سورة الحج الآية 52 ثم بعد ذلك الإمام زين العابدين يقول ولا محدث هذا من التأويل وكان علي بن أبي طالب عليه السلام محدثا هذا أمر واضح للكثيرين خاصة في الذين كانوا في تلك الفترة من الزمان، مقارب لعصر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أن أمير المؤمنين أخبر بالأمور المستقبلية، وهذه الأمور تحققت بعد ذلك، أخبر بالمنايا والبلايا، وأخبر بحوادث وتحققت، حتى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان على المنبر في الكوفة فأخبر بمجموعة من الأمور المستقبلية فقام رجل وقال قد أوتيت علم الغيب يا أمير المؤمنين قال إنه تعلم من ذي علم علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في آية أخرى لو كنت اعلم اعلم الغيب لاستكثرت من الخير بالذات لا احد يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى قد يظهر على ذلك الغيب بعض الملائكه وبعض الانبياء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب وقد يخبر بهذا الغيب ويظهره على بعض أنبيائه لا مانع من ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الآن كثير من الأخبار المستقبلية نحن نعلم بها لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إما في القرآن أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله أخبرنا بها القيامة من علم الغيب بعض تفاصيل القيامة من علم الغيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن زين هذا الأمر لم يتحقق لحد الآن هذا شو وقت يتحقق حينما يدخل أو يدخل أهل النار في النار لأن الله وهو عالم الغيب أخبرنا بها قضية لم تتحقق وإنما هي في المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون حينما نزلت هذه الآية الفرس غلبوا على الروم ففرح بذلك المشركون قالوا إن الفرس لا يعتقدون بعيسى عليه السلام ولا بموسى الذي الذين يعتقد بهما محمد صلى الله عليه وآله فهؤلاء الفرس تغلبوا على الروم الآية نزلت قلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هذا إخبار في وقت كان بأمر من الأمور المغيبة ليس فقط الرسول وإنما المسلمون وإنما المشركون أيضا اطلعوا على ذلك لأن الله أخبرهم بذلك زين فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان تعلم من ذي علم يعني الله اخبر الرسول، والرسول صلى الله عليه واله اخبر امير المؤمنين عليه السلام. او الله سبحانه وتعالى اخبر الملك، والملك حدث بذلك امير المؤمنين عليا عليه السلام. فكان محدثا. فهو ليس من علم الغيب بالذات، وانما تعلم من ذي علم، الله سبحانه وتعالى علم امير المؤمنين بواسطة رسوله او بواسطة الملك، ولا محذور في ذلك. زين. هنا الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام ذكر للحكم ابن عتيبه ان امير المؤمنين كان يعلم بهذه الامور المستقبليه باستعانة ايه من ايات القران. الآية تدل على أنه محدث، والمحدث يطلع على الأمور بتحديث الملائكة. طبعاً في الآية لا توجد كلمة محدث، وإن كان البعض قالوا إنها من قراءة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإحدى القراءات هكذا. ولكن نحن نقول أن قراءة أهل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما هي هذه القراءة المشهورة. التي رويت عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، حفص عن عاصم، عن عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب عليه السلام. هذه القراءة المشهورة هي قراءة اهل البيت، فحينما تذكر مثلا كلمات لا توجد في هذه القراءة المشهورة يراد بها التأويل، او انها نزلت مع الآية ولم تكن ضمن الآية كانت حديثا قدسيا وما الآية هكذا في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذه هي الآية إلى آخر هنا في تأويل الآية أو في تفسير الآية الذي نزل مع الآية لأن القرآن كما نزل نصه نزل تفسيره كما قال الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يعني القرآن ستة آلاف ونيف آية هذه بالنص نزلت هو ما بين الدفتين تفسير هذا القرآن وتأويل هذا القرآن أيضا نزل ولكن بشكل حديث قدسي على رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك الذي نزل على الرسول نص القرآن ستة آلاف ونيف آية وأكثر من أحد عشر ألف آية هي أحاديث قدسية نزلت لتفسير وتأويل القرآن الكريم والرسول بيّن بعضه للمسلمين وأودع أكثره عند امير المؤمنين والائمه عليهم الصلاه والسلام فهم بينوا جانبا. فالايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. الامام عليه الصلاه والسلام هنا يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث الا اذا تمنى. هاي ولا محدث من تاويل الايه. وليست هي من نص الايه. وانما نزلت كتفسير او كتاويل لكن الحكم ابن عتيبه كان يعلم بهذا التاويل او كان يقرا القران بهذه القراءه زين فلذلك الامام علي بن الحسين عليه الصلاه والسلام الامام زين العابدين بين له ان علي بن ابي طالب كان محدثا هذه الايه تشير الى ذلك ولانه كان محدثا كان يعلم ببعض الامور المستقبليه، قال دخلت على علي بن الحسين عليه السلام يوما فقال يا حكم هل تدري التي الايه التي كان علي بن ابي طالب يعرف قاتله بها ليس هي الايه التي يذكرها الامام سببا لهذا العلم الآية تشير إلى سبب العلم، يعني في تأويل الآية كلمة محدث والمحدث هو سبب العلم لأنه كان يحدث بهذه الأمور، ويعرف بها الأمور العظام التي كان يحدث بها الناس، قال الحكم الحكم ما التفت إلى كلام الإمام، تصور أن الآية هي سبب العلم، أن الآية هي سبب العلم هكذا توهم مع ان مقصود الامام ان الايه تشير الى السبب قال الحكم فقلت في نفسي قد وقعت على علم من علم علي بن الحسين هذا شيء مهم انا اتعرف على الايه وعن طريق تلك الايه اخبر بالمستقبل وطبعا هو توهم غير صحيح ليش لانه يحتاج الى محل قابل يعني حتى لو افرض ايه عن طريق تلك الآية تكتشف المستقبل. هذه الآية مو كل واحد يكتشف عنها المستقبل، يحتاج إلى محل قابل. مثل افرض تجيب كتاب، تقول في هذا الكتاب توجد الأخبار. لكن من يستفيد؟ الذي يعرف القراءة كتابة إذا أنت اعطيت هذا الكتاب لواحد أمي. وفتح الكتاب وراء السطور وهو امي لا يتمكن من القراءه زين هل يفهم ما سيحدث في المستقبل مثلا او ما في هذا الكتاب كلا لماذا لانه ليس قابلا له القابليه ليست له القابليه لمعرفه ما في هذا الكتاب يمكن ايه لها خصوصيه لكن هذه الايه ينبغي ان تنطلق من انسان له القابليه بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم والا قد يكون هناك انسان القران يكون سببا لضلاله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين لانهم المحل القابل، ولا يزيد الظالمين الا خسارا، لان كل ما آية نزلت ما يعملون بها فيزدادون معصية ويزدادون خسرانا. فقلت لا والله لا اعلم، ثم قلت الاية تخبرني بها يا ابن رسول الله؟ قال هو والله قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، ذكرنا ان هذا ولا محدث، ولو البعض قال انها من قراءة اهل البيت، لكن الصحيح انها تأويل او تفسير للايه، وانها نزلت مع الايه، ولكن لم تنزل كنص قراني، وانما نزلت كحديث قدسي. وكان علي بن ابي طالب محدثا، زين هذا المقطع الاول من الحديث. المقطع الثاني من الحديث هذا الكلام أيضا تكرر مع الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر ذكر هذا الكلام أيضا وكان هناك رجل اسمه عبد الله ابن زيد هذا كان أخ رضاعي للإمام زين العابدين لان الامام زين العابدين ماتت امه حينما ولدته يعني في وقت الولاده حينما وضعته ماتت في نفاسها فالامام الحسين عليه الصلاه والسلام كلف مرضعه له فعبد الله ابن زيد كان اخا للامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام من الرضاعه هذا استغرب حينما الامام الباقر كرر هذا الكلام الذي ذكره الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام. فقال يعني فقال الراوي اللي هو زياد بن سوقه، هاي في قضيه ثانيه. فقال له رجل يقال له عبد الله بن زيد، كان اخا علي لامه، سبحان الله! محدثا كانه ينكر ذلك. فاقبل علينا ابو جعفر عليه السلام فقال اما والله ان ابن امك بعدو قد كان يعرف ذلك يعني الامام زين العابدين اللي هو اخوك من الرضاعه كان يعلم بان علي بن ابي طالب كان محدثا فلما قال ذلك سكت الرجل فقال الامام الباقر أو قال الراوي هي التي هلك فيها أبو الخطاب فلم يدر ما تأويل المحدث والنبي، أبو الخطاب هذا ملعون كان يسمى محمد ابن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي، هذا غلا في الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والإمام الصادق لعنه وطرده ولعن أصحابه، وأخذه السلطان لما ظهر الغلو منه فقتله. وقتل اصحابه. الإمام أمر بالبراءة منه وبالبراءة من أصحابه، وقال لعن الله أبو الخطاب، ولعن من قتل معه، ولعن الله من بقي منهم، ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهم، لأنهم آذوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام بإيذاء شديد. زين أبو الخطاب لماذا صار غاليا؟ ما عرف معنى هذا الحديث. ولا محدث، اتصور ان علي بن ابي طالب كان نبيا، وبعد ذلك هو وجماعته غلوا وصلوا الى درجه الالوهيه، لانه اخبر بالمغيبات التي تحققت زين كما غلت النصارى في عيسى لما اخبر بما يدخرون في بيوتهم ما ياكلون، عندما ظهرت على يده المعجزات. الامام عليه الصلاه والسلام يقول ابو الخطاب هذا الكلام لم يعرف معناه. المحدث مو معنى انه اله ولا معنى انه نبي نعم انسان اصطفاه الله وحدثته الملائكه الله اخبره ببعض الامور المستقبليه فهو تعلم من ذي علم تعلم من الله سبحانه وتعالى بواسطه الرسول او بواسطه الملك الذي حدثه فلا غلو في ذلك اذا الله سبحانه وتعالى شاء ذلك الا يتحقق يعني في الامم السابقه الله شاء التحديث لمريم هل في ذلك غلو في مريم كلا في هذه الامه الله سبحانه وتعالى شاء ذلك لعلي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام والأمة عليهم السلام وليس في ذلك غلو فاذا واحد غلا يعني قال انهم انبياء انهم اله فهذا خارج عن الدين ويستحق اللعن والبراءه نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين